ما بيضربوش ولا بيعملوا. الاوتيلات اللي هناك ليست على اعلى مستوى. اوض اللبس فيها مشكله, اوض اللبس فيها مشكله, اللبس فيها مشكله كبيره. يعني دايما هتلاقي الفرق اللي هي تحديدا بتاعت الشمال كمان لما بتروح الكونغو في ماتش اقصائي هتلاقي دايما في مشكله. يعني لازم تنزانيا هناك ترحم شويه. تنزانيا كانت لا تنزانيا عموما الملاعب في تنزانيا دلوقتي والاجواء في تنزانيا حتى الفرق هناك هم الامور بتتطور عندهم في اسبانيا في تنزانيا بشكل افضل. حتى الملاعب شفنا افتتاح مثلا مباراه الاهلي وسيمبا في افتتاح الدوري الافريقي حاجه جميله جدا. النهارده يوم ما بتحب تلعب بالليل في تنزانيا مثلا لاي اسباب تلاقي الفرق هناك كويسه. لكن هي الفكره كلها في موضوع مازيمبي دايما من ساعه ما وعينا كلنا على الكوره هي الاتموسفير بتاع اللعب بتاع الساعه 3 العصر يوم السبت ده في الملعب ده مع الجماهير ده. حتى زمان يعني 2002 والملعب اصلا كان متخطط تخطيط, عارف انت اللي هو لو 2002 كان الامر مختلف. فاكر تروح تاجر ملعب خماسي يبقى مقسم ال11 ملعب 11 لملاعب خماسي كده صغيره. هو كان كده ما تبقاش فاهم فين الاوت فين ال18. لكن دلوقتي طبعا الامور اتغيرت, ولكن دايما بس بيبقى القلق ان هي بتبقى رحله صعبه. فنقول الحمد لله ان هي الرحله الصعبه تبقى في مباراه الذهاب نحاول نتعامل معاها ونخرج فيها يعني اي مكسب نقدر عليه. الاهلي وجهه بالظبط طبعا في مثل هذه المباريات يا احمد عبد الرحمن. انا النادي الاهلي يعني انا النادي الاهلي يعني انا اروح انا النادي الاهلي اسما وتاريخا وكل حاجه وفي الملعب كمان بالزبط. انا افضل وعايز اكسب وعايز اوصل للمباراه النهائيه للمره نشوف في كام بقى نقعد نحكي في الكلام. لكن على المستوى الفني اخيرا زي ما حضرتك قلت يعني بيترو اتلتيكو فنيا كان يتعبك اكتر من مازيمبي. لكن هي الفكره كلها بس في الاتموسفير. يعني انا كان رايي انجولا اريح كفعلا فعلا كملعب وكاوتيلات. انجولا كانت اريح كتير او جيلبرتو وفلافيو بقى هيدلعونا كده. جايبين صوره لفلافيو من كام يوم كده على الفيسبوك شفتها تخن قوي ده تخن اكتر منه. لا لا انت بتقارن يا كابتن كرش فلافيو دلوقتي ما شاء الله يعني حاجه قدامه كبيره كده. بس رايك